أبدأ بمقولة أن مدينة المسيرة استطاق على فاجعة بلاغ صادر عن هيئة يفترض فيها التروي في إصدار البلاغات والتأني والاحتكام إلى سلطة القانون، لكن هذا البلاغ تم تمريره عبر بعض القنوات غير أن يحمل خاتما ومن غير أن يصاغ بتلك الصياغة المعهودة في البلاغات. كذف به وتداولته بعض المواقع الإلكترونية، يتضمن فاجعة أكثر من الفاجعة التي استفاقت عليها مدينة المسلمين مايو 27 إثر وفاة المرحوم. المرحوم حينما تم نقله على حسب المعلومات المستقاة من الهيئات الطبية على الساعة 4:15، تم نقله إلى مشفى محمد الخامس بالقرب. كان جثة هامدة لا حراك فيها ولا حياة فيها. هناك من حاول أن يصدر شهادة طبية بأن الموت كان موتاً طبيعياً، تهافتت الأيادي على الاستباق إلى اعتبار الوفاة وفاة طبيعية، لكن الهيئات الطبية أشارت إلى وجود رضوض وجروح وخدوش، وكلها أمارة دالة على أن المرحوم قيد حياته ربما تعرض للتعنيف. هذا ما ستكشف عنه التقارير الطبية لاحقا، لكن تبقى الشبهة قائمة. الذي بطبيعة الحال كذب هذه الرواية، رواية البلاغ، هو اللباس الذي كان يرتديه المرحوم، وكان ممزقا بالشكل الذي لا يمكن تفسيره إلا على أن هناك كانت قوة بطبيعة الحال، قوة توجه له عنفا لا يمكن، حتى اللباس الذي كان عنده أنه يقاوم قوة العنف، مما أدى به إلى تمزيق هذه الألبسة التي كان يرتديها. بعض المواقع مشكورة تفطنت إلى أن هذا البلاغ هو بلاغ ليس بالبلاغات الصحيحة والمعهودة بالطرق الإدارية أن تنشر، فسحب وعمد إلى سحب الرواية التي نشرها بعض ممن قال إنها صادرة عن مصادر أمنية، وقدم اعتذارا إلى عائلة المرحوم. أشكر وأنوه بهذا الموقع الإلكتروني لكونه من الناس الذين يتحرون الحقيقة. البلاغ صدر بلغة يمكن أن نقول عنها ليست بتلك اللغة القانونية والدقيقة والمتمحصة للوقائع والأحداث الصادرة عن جهات مسؤولة مكلفة بتحرير محاضر الضابطة القضائية، أو جهات اللي هي رسمية تتولى بطبيعة الحال تحرير البلاغات. السد القضائي، لا أعتقد أن هناك ما يسمى بالسد القضائي، كي السد الأمري، هذا وقع فيه التباس، وأعتقد أن التلعثم الذي طال مجموعة من الروائيين الذين حاولوا أن يصوغوا صياغة معينة قراءة للأحداث، أعتقد أن هذا التلعثم طال هذا البلاء. مما لا شك فيه ومن الحقائق الأساسية ومن الحقائق الثابتة أن المرحوم كان رفقة ثلاثة أشخاص، ماشي جوج، لكنه تم استبعاده أحد هؤلاء لمعرفة الضابطة يقينا أنه كان معه، تعمدوا إخفاء هوية هذا الشخص وعدم الإشارة إلى اسمه، ولا أدري لماذا. النقطة الثانية
الذي كان يتولى سياقة السيارة إذا كان من اللازم على أي شرطي يزاول مهامه في إطار الديمومة، سواء كان كشرطي مرور أو حارس أمن، بمجرد أن يستوقف سائق سيارة وهو في حالة سكر، من الشروط الأساسية هو أن هذا الأخير يستخدم إلى الضابط القضائي أو إلى منفر الشرطة. هو الأول. الغريب في الأمر أن هذا الأخير جاء بسيارته يقود سيارته، وأن الذي كان راكبا معه جيء به بواسطة سيارة النجدة. هذا السائق الذي كان في حالة سكر أبقي عليه حرا طريقا، وأتى بسيارته إلى مخبر الشرطة. لماذا السؤال المطروح؟ لماذا حينما حضرت شرطة النجدة أو سيارة النجدة عفوا، لماذا لم يستخدموا كل هؤلاء استخدموا هذا الشهيد، استخدموا المرحوم دون غيره؟ النقطة الثالثة هو عدم الإبقاء على سائق السيارة وهو في حالة سكر في مخبر الشرطة. على حسب المصادر الرائجة حاليا أنه أخلي سبيله ثم أعيد للشرطة مرة ثانية، وأطلق سراحه على الساعة 11 صباحا من غير أن نعلم فيما إذا كان تقديمه أمام سيد وكيل الملك. السرعة في إنجاز البراء بهذه الطريقة نؤاخذ عليه كرجال قانون أنه فيه ما يسعى إلى إفشاء سرية البحث والتحقيق. كان على الضابطة القضائية أن لا تتسرع في إصدار بلاغ بالشكل الذي أصدرته، من أن المرحوم قيد حياته لم يمتثل لعناصر الشرطة العاملة بالسلطة القضائية حسب تعبيرهم، وأنه كان تفوح منه رائحة الخمر، وأنه لم يكن يتوفر على وثيقة الهوية بطاقة الهوية، وأنه ترجل ولاذ بالفرار. تصور مع أن تصور جميعا أن شخص لا يتوفر على بطاقة الهوية وليس له سوابق، ما كيسأل له حتى الشرطة ولا موضوع بحث أو مذكرة بحث، علاش هذا السيد هذا غيها؟ وكيف تمكن من الفرار والضابطة القضائية أو عفوا السد الأمني بعناصره المتعددة والسيد في حالة سكر تمكن من الفرار؟ ثم ظروف سقوط هذا الأخير المرحوم قيد حياته، من أي مكان سقط، وهل كل من سقط الناتج الحتمية تؤدي به إلى الوفاة؟ وكان الأمر على شاكلة ما تصورته الضابطة القضائية لانقرض البشر بمجرد سقوطه، أو كل من سقط أظن بطبيعة الحال سيكون مآله حتما هو الهلاك. شخصيا وعبر اتصالات علمت من مصادر مطلعة أن المرحومة
نقل إلى المشفى وهو جثة هابدة، وأن الطبيب أو الطبيبة المداومة أكدت على ذلك أكثر من مرة، وحاججت من كان يطالب بغير ما وصلت إليه النتائج الأولية من هذا الطبيب، من أن المعني من أن الهالك أو المرحوم وصل ميتا، وأكدت ذلك وأكده كل من كان معه بالشهود. أنا أستعد بالشهود الشهادة الغيب على حسب ما هو بلغ ووصل إلى علمنا. ثم أعدت تقريرا في ذلك وأبلغ به وزارة الصحة ليكون حجة على ما عينته هذه الطبيبة التي كانت في الديمومة. الطبيب هو رجل متخصص فنيا، لا يمكن لجهة أخرى غير متخصصة أن تأتي بحجة أو إفادة مناقضة تماما لما استقر عليه رأي طبيب. إلا بغوا يكتبوا الرواية ديال الطبيب يجيبوا رواية أخرى ديال طبيب آخر. أما أن يكون فرد كما بغى يكون غير متخصص ينتمي إلى أي جهة كانت، أن يزف نبأ غير النبأ الذي بطبيعة الحال وصل أو غير الحقيقة التي وصلت إليها الجهة الفنية، هذا أمر مردود، هذا أمر مردود لا يمكن أن نصدق به. الغريب وجه الغراب والذي سمعته من الإخوة الكرام منذ قليل أنهم قصدوا الوقاية المدنية، تأكد لنا بالملموس فعلا أن عائلة المرحوم انتقلوا، ذوي حقوق المرحوم انتقلوا إلى الوقاية المدنية وطالبوا من موظفيها إمدادهم بشهادة تثبت نقل جثمان المرحوم من مخفر الشرطة إلى مشفى محمد الخامس. شهادة نقل ليس إلا واش توفى أو لم تكفش حاجة أخرى. فجاوبوهم أو كان جوابهم بطريقة لا تمد إلى ما وصلت إليه المؤسسات على حسب ما عهد هذه المؤسسات منظمة بمقتضى القوانين، من أنه من حق الفرد أن يتوصل إلى المطلوب. هذا راه ماشي فرد عام، هذا راه صاحب مصلحة. جوبه بأن الأمر فيه سرية ولا يمكن أن تسلم الشهادة إلى أي كان، والمعنيين أو ذوي الحقوق تقدموا بطلب في هذا الشأن أمام الجهات القضائية. امتناع هذه المؤسسة عن تسليم الشهادة هو أسلوب غير حضاري ويمت إلى عهود قد ولت من زمان، ولا أعتقد أنه في زمن نحاول فيه أو يحاول فيه يعني كيانات سياسية وكيانات نقابية أن نؤسس دولة الحق والقانون في هذا الطرف أن نواجه بمثل هذا القول. حرمان مواطن من تسلم إفادة عن واقع تحققت فعلا من غير أن نطيل عليكم كثيرا، نؤكد مرة أخرى أن هذا البلاغ لا يعكس شيئا من الحقيقة، وأنه مردود، وأنه لا يمكن لمن أدى به ومن غير أن يكشف عن هويته إما أن يكون ناطقا أو مكلفا بتلاوة التقرير أو شيء من هذا القبيل كما هو معهود في المؤسسات التي تصدر التقارير والتي بطبيعة الحال تناوله
إلى جهات معينة خاصة وكالة الأنباء، أن ذلك جرى العادة أنه هبط قريب من كدة من طرف مديرية الأمن الوطني أو وزارة الداخلية تنشر عبر وكالة الأنباء. هذا التقرير بقي في الكتمان، ومن أصدره أصدره عن استحياء ولا على حشمة وتلعثم، كما تعتبر من كان من حاول بطبيعة الحال أن يدلي بإفادات يعلم حقيقة أنها غير صحيحة. الشبهة قائمة والعنف وآثار الجروح البادية على المرحوم تؤكد على أنه تعرض طبيعة الحال لعنف من طرف الغير، ولا نعلم إلى حد هذه الساعة فيما إذا كان هذا العنف هو الذي أودى بحياته أم أن هناك أشياء أخرى لم نتوصل إليها. لكن الحقيقة التي لا يمكن أن تأتي الضابط القضائي بخلافها هي أن المرحوم نقل على متن سيارة الإسعاف لتلقي الإسعافات الأولية ووصل إلى مستشفى محمد الخامس المستشفى الإقليمي وهو جثة هامدة في انتظار ما ستصفر عليه التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية والخبرة التي ستصدر من جهات التنمية المكلفة بتشريح الجثة، هي التي بطبيعة الحال ستجيب عن النقط هذه النقط التي نحن لا زلنا في انتظار ما ستصفر عليها. ولكم منا السلام والتحية، وأنوه هذا المجال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان لها الدور كبير في نشر تقرير أو حول في نشر نبأ وبلاغ للوفاة المرحوم، أعتقد على الساعة 9 أو 10 صباحا، وتداولته مختلف وسائل الإعلام. نشكر هذه الهيئة ونتمنى لها الاستمرار في عملها للحفاظ على الوضع الإنساني في المغرب، وأن يعيش الفرد المغربي في كرامة واستقلالية وحرية وإنسانية تامة. والسلام عليكم.